انا احب الاشياء اللي زي كذا، عرفت؟ انا اوكي بقول لكم سالفه، اتوقع اني قد قلتها قبل في ستريم، بس اسمعوني اوكي. السالفه فكت اب مره، اوكي اسمعوا بليز بليز سامحوني، انا داري اني نعسان والاشياء المفروض يعني الله يعين. المهم وانا صغير مره صغير، خامس رابع ابتدائي، خالي كان ساكن عندنا في البيت، عرفت؟ فخالي هذا اذا طفش يحب يسوي فعاليات علي، عرفت؟ يحب يستهبل علي، يحب يكذب، يحب يخرشني، يحب عرفت كذا، ما اخذني فلت، عرفت؟ اذا كان مشغول خلاص يروح يسوي اللي يسوي، انسان عادي. بس اذا طفش كذا يروح يناديني تعال 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 نلعب سوني عشان يفوز علي، يوريني مقاطع رعب، يخرج فكت اب زبده. علمني عن سالفه على اساس بيخرشني، انا بصراحه سالفه حسيتها غبيه. قال في الحين الحيوانات يشوفون الجن، اوكي يا سالفه الجن شط فكر. المهم يقول الحيوانات يشوفون الجن ومنهم الذيب، عرفت؟ الذيب الحين يشوف الجن، فتشوف مثلا ذيابه ما يروح ذاك المكان لانه يدري انه في جن زي كذا. اكبر دليل يقول لك حتى الحيوانات وقع يسمعون الجن، فيقول لك من اول ايام من الصحابه ودول يغزون الكفار كانوا ياخذون الاحصنه حقتهم يودونها مقابر الكفار عشان الاحصنه يسمعون صراخ الكفار اللي قاعدين يتعذبون في القبور، فالاحصنه انتم كرامه تفضي بطنها فتصير مره خفيفه، عرفت؟ فاضيه يا فكت اب قايل لكم بالبدايه. فخالي يقول اوه الذيب يشوف جن ومدري ايش. المهم في شايب ذبح له ذيب واخذ عين الذيب ولبسها، ركبها كذا، عرفت؟ سواله كوبت، لبس عين الذيب فصار يشوف الجن، فصار مجنون لان شاف الجن وزي كذا، عرفت؟ فانا نظرت في خالي يعني اقول وات كمان ما نتسبك يلبس عين ذيب ويصير جن ومدري ايش. المهم مشت الايام، كبرت وصرت ثالث ثانوي درسنا كيمياء. المهم اسمع انت يا بديتم تحطون فيسات من بدري دايما يعني. المهم انا وصلت ثاني ثانوي او ثالث، كان يدرسني دكتور مصري مره كويس، عسل جميل، يحب يطقطق على الهلال الزبده. الانسان هذا كان كويس مره، بس فيه عيب واحد، ما يقول كحول يقول كحل. فانت بتيجي تسولف معه او بتيجي بتجاوب لازم تقول كحل. انا صرت اقول كحل كثير عشان صعب هو يشرح يقول وهذا الجواب ذا كحل، تجي تقول لا استاذ هذا وش الكحول، ها تحس انك كانك تصحح له شكلك كريه، فصرت انا اقول كحول معاه، بعدين حسيت اني شكلي كريني كاني اطقطق عليه، العيال يدرون ان كلمه كحول. نروح بعيد، نرجع لسالفتنا. درسنا درس في الكيمياء عن ما فوق البنفسجيه وما تحت الحمراء، عرفت؟ هم بتسمع بحان يقول لك اشعه ما تحت الحمراء او اشعه ما فوق البنفسجيه، عرفت؟ اللي هي اتوقع جاما وش اسمه الثانيه اكس راي، ما هي اكس راي زبده لا اسم بالانجليزي. درسنا كان عن الالوان، فيقول لك الانسان يشوف الالوان، يشوف اقوى لون احمر او اضعف لون يشوفه الاحمر، واقوى لون يشوف الانسان بنفسجي. الالوان بين الاحمر وبنفسجي هذا الانسان يشوفها، عرفت؟ الانسان اللي فيه عام الوان في ايرور، يعني تشوف انت تشوف الالوان قوس قزح ذي، تشوف الالوان اللي عنده عام الوان في يكون عنده مشكله في الخط هذا، عرفت؟ فالالوان اللي فوق البنفسجي ما يشوفها الانسان مع انها موجوده، بس احنا ما نشوف الاشياء اللي فوق وما نشوف الاشياء اللي تحت. فتشوف الريموت التلفزيون الحين هذا، شوف القزاز ذا اللي قدام هذا اشعه ما تحت الحمراء، هنا في ليزر الحين هنا، بس انا ما اشوفه لان انا انسان وما اشوف شيء الالوان اللي تحت الاحمر. انت لو تلبس الحراري ذا الثورمال تشوف الليزر لان الحراري ذا يخليك تشوفه. الزبده لا نروح بعيد، فتذكر سالفه الذيب قبل شوي. ف جاء دكتورنا ذا رسالة حق الكيمياء كان كويس، فبحان عرفت اللي يحب يدخل الكيمياء في الحياة، فيقول لك برضو الإنسان سبحان الله الأشياء ذي ما تشوفها بس الحيوانات ممكن يشوفونها، يعني أنت يمكن في ألوان ما تشوفها بس الحيوان يشوف ذا الشيء، عرفت؟ فتشوف حتى الصوت، صح معليش، حتى الصوت الإنسان يسمع الأصوات بين 22 إلى 20
نسيت اسمها الدرجة حقت الصوت، فيقول لك الإنسان ما يسمع صوت قلبه، الحين قلبك طول الوقت ينبض ما تسمع صوت، عرفت؟ وهو صوت مرة خفيف، عرفت؟ أو صوت النمل وهم يمشون أنت ما تسمعها، مع إنك تشوف النملة وأنت تقرب النملة بس ما تسمع صوتها مهما كان مهما كنت مرة قريب. ليه؟ لأن النملة صوتها أقل من 20. فبرضو الزلزال، الزلزال صوته مرة عالي، من كثر ما هو مرة عالي الإنسان ما يسمع. أنا داري أحس السالفة شوي غريبة، تحملوني. المهم ليش الحيوانات الحين قبل يجي الزلزال بفترة قام ينخرشون وينحشون زي كذا؟ ليه؟ لأن الحيوانات يسمعون صوت الزلزال، يسمعون صوت مرة عالي يدرون أوه هذا زلزال، فيقولون فكت ينحشون. أنت الإنسان سابق ناظر حيوانات يركضوا وطة فوق شوية من العيال عرفت شيء إلا زلزال. فسبحان الله هذا الشيء اللي يخليك ما تشوف الألوان الزيادة ذي، خليك ما تسمع الأصوات ذي، هذه متى تروح منك؟ لما تموت. أنت أنا ناسي الآية، مدي ناسي الحديث، والله ناسي بالضبط، بس أذكر هو يوم قالها لي أنا قلت مخي انفجر دود، الأشياء اللي قدرت أتخيلها مرة كثيرة، عرفت؟ قال الإنسان إذا مات ينشال غشاء من عينه، فيبدأ يشوف كل شيء، خلاص كل شيء ينشاف، عرفت؟ فأنا قلت هولي شيت، يعني سالفة إنك الجن ما تشوفهم، لأن الجن يمكن يا تحت الأحمر ولا فوق البنفسجي، عشان كذا الحيوانات تشوفونه، أوكي، عرفت؟ أنا تحس أول مرة كيميا تصير حماس، let's fucking go، عرفت؟ فأنا سكت، طلعت سالفة خالي ممكن صدق، فمشيت، عرفت؟ متى السالفة صارت مرة كذا؟ لما توقع قبل سنتين ختمت بلودبورن، أوكي؟ وأنا ختم بلودبورن، بلودبورن طبعًا في شيء فوق يمين اسمه سايت اللي هو صورة العين، السايت هذه كل ما تذبح بوس أو كل ما الزبدة إنه شيء مرة نادر، عرفت؟ الزبدة عالم بلودبورن أنت ختم في العالم زي كذا عادي، إلين يوم من الأيام أنا وصلت مكان، فيوم وصلت ذا المكان فجأة كذا شخصيتي طار قاعد ينخبط في الأرض وقمت أدمج لين أموت، طلع في شخص مختفي في فضائي كبير كذا أمقدارة مش اسمه أمه ذاك متعلق على الجدار، بس أنا ما أشوفه، أنا أشوف جدار عادي. ليه؟ لأن السايت العين هذه قليلة عندي، لو جبت 50 عين أشوف العالم على حقيقته، أشوف السحاب تتغير، أشوف وحوش ما كانوا موجودين، أشوف شيء فوق راس الناس الثانية ومدري إيش، عرفت؟ فقلت واو ويت هي ميك سنس الحين، السايت اللي أنت جمعها بلودبورن تفتح لك ما تحت وفوق البنفسجي مسامي أمه الحمراء والبنفسجي هذي، عشان كذا صرت أقدر أشوفها مقدار الحين الفضائي ذا، هولي شيت، عرفت؟ فا يا جود شيت، طلعت سالفة خالي والذيب ذي احتمال تكون واقعية، تلقى بوس الحين جالس مكان ينتظر أحد يجي يتضرب معاه، الله يعين. بس سالفة فكت أب، مرة استمتعت، أنا مرة مستمتع السالفة دي، كل ما أتذكر أقول هم يمكن في أشياء أنا ما أشوفها الحين بس كان الله يعين.